ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده هوريكم ازاي تستخدموا البلاجن ده اللي هو بياخد نموذج في بلندر وكنا متعاملينه سيف بيعمل ابديت وممكن تستخدموه في بي 5. فقبل ما نبص على ده هنحتاج نشغل بي 5 لايف، وهنحتاج نشوف لو احنا عايزين نحط نموذج 3 دي جوه بي 5 هنعمل ده ازاي. فهنفتح التيرمينال، ونروح للمكان الملف بتاع P5 Live موجود فيه. فلما نفتح P5 Live هو أصلاً في كذا مثال ممكن نبص عليهم. لو فتحنا Demos وروحنا ل WebGL وفتحنا WebGL OBJ، فلما بنستخدم نموذج أو لو هنحط صورة لازم نعمل لهم Load في Function اسمها Preload. فPreload دي أي حاجة بتحصل قبل Setup، والSetup ده بيحصل أول حاجة في الرسمة، وبريلود بيحصل قبلها عشان يحضر الحاجات عشان تتحط في سيت اب. لو احنا عايزين نحط صوره هنحط image equals load image مثلا كده، وبعد كده هناخد اللينك اللي هو موجود فين في الملف. فاحنا لازم يبقى في نفس الدايركتوري بتاع P5 Live. لو مثلا رحنا ال P5 Live includes demos data، النموذج اللي هو بستخدمه هنا موجود في الدايركتري ده. فاحنا عايزين نحط اي حاجه تانية، لو عايزين نحط صوره مثلا ممكن نحطها جوه الفولدر بتاع includes زي ما هو مكتوب في OBJ. هناخد لينك الباث بتاع الصوره اللي احنا عايزين نستخدمها ونكتبه. انا الغلط اللي انا عملتها ان انا كتبت الباث غلط، فهو لازم يبقى الملف يعني هو الصورة فين بالظبط. فبعد ما نعمل load image عشان نحطها في draw هنكتب image واسم المتغير بتاعنا، احنا سمينا الصورة ايه، عايزين نحطها فين وحجمها ايه. هي كده دلوقتي تتحرك عشان في rotate، فاحنا ممكن نشيل ال rotate وكده هنكون حطينا الصورة. ان احنا نستخدم OBJ او اي نموذج 3D نفس ال هنعمل نفس الحاجة، بس بدل ما احنا بنكون بنفكر في محور الاكس ومحور الواي هيبقى في محور زيادة اللي هو الزد، اللي هو هيبقى غير بلندر. في بلندر محور الزد بيبقى من فوق لتحت، بس في P5 من فوق لتحت هو الواي. واحنا قد ايه بعيد عن الكاميرا اللي هو احنا، هو هيبقى محور الزد. فاحنا عشان نزود ان هو يبقى 3D هنكتب جنب create canvas window width window height، وبعد كده WebGL. ده معناه ان هو كده بيستخدم رندرر مختلف ل P5 بيعرف يعمل حاجات 3D. بس احنا مش عايزين نحط OBJ بس، احنا عايزين واحنا بنغير النموذج في بلندر يتغير في P5 برضو. فعشان نعمل ده هنستخدم plugin وهنغير شوية في البايثون بطريقة بسيطة، وبعد كده نشوف ممكن نعمل ايه. هنحط اللينك للويب سايت ده في الديسكريبشن. من اللينك ده في كتب تحت شوية معلومات ان هو بيشتغل ازاي. بيشتغل باستخدام نود جي اس اللي احنا اصلا مستخدمينه عشان نشغل P5، و بيستخدم بلاجن بلندر. ففي الجيت هاب اول حاجة هنعملها ان احنا هننزل الزيب كله وهنشوف في ايه مكتوب في الجيت هاب، ان احنا لازم يعني هنعمل ايه. اول حاجة هنحتاج نعملها ان احنا هنلاقي الفايل فين ونفتحه. وجوه الفولدر بتاع P5 Live Main هنحتاج نعمل فولدر جديد اسمه Models. فالفولدر ده احنا عايزين كل ما نعمل سيف في بلندر الموديل بتاعنا يظهر هنا عشان نعرف نستخدمه في P5. هنسميه Models. جوه الملف اللي احنا لسه منزلينه لما نفتحه هنلاقي ان في 2 جافا سكريبت فايل، Live Model و Live Model Server. ناخدهم الاثنين نعمل لهم كوبي
نحطهم جوه ملف P5، ولما نفتح ترمينال جديد هنقول له يبص على الدايركتوري بتاع P5 اللي هي دي، هنعمل انتر، هنعمل انستول نود باكج جديدة. هنعمل ده هنكتب npm space i space ws كده، هنكتب نود live model server .js. فان احنا لما نعمل نود لايف موديل سيرفر ده معناه ان هو كده هيبص في الفولدر اللي اسمه مودلز، فهو كده اي تغير فيه هيبقى متابع اللي بيحصل. هنقفله، وبعد كده هنحتاج نغير في البلاجن عشان نعرف نحطه في بلندر. فاول حاجه هنعملها هنفتح البايثون ادون، هو ده السكريبت اللي الادون مكتوب فيه. فلو انتم منزلين بايثون على الكمبيوتر على ويندوز، لما تفتحوا لما تعملوا رايت كليك على السكريبت هيقول edit with IDLE، واحنا عايزين نعمل ده. فاحنا مش هنغير اي حاجه في السكريبت غير التارجت دايركتوري اللي هو برضو بلندر هيسيف الحاجات فين. فعشان نعمل ده هنروح ناخد الباث بتاع الفولدر بتاع مودلز ده، كوبي بيست. غلطة بسيطة ممكن تكون تحصل هنا، ان السلاش في الباث لازم يبقى اللي هو اللي ماشي مع بايثون، عشان بايثون مش هيقرأ الادرس كده. فانا بس هغيرهم كلهم، بعد كده هنعمل file save ونقفل. دلوقتي عايزين نفتح بلندر وهنحط الادون. فنحنا نحط ادون على بلندر هنروح edit preferences install، ونروح المكان اللي هو فيه وinstall ادون. فهيظهر لنا على طول وهنعمل عليه check. فاحنا دلوقتي ممكن نحط ماش ونجرب نشوف لو سيفنا النموذج هيروح فين. انا بس اخليه كيوب، اعمل سيف فايل بلندر. ممكن احطه في اي حتة، بس اي حاجة اسميه، يعني لو انا سميت فايل بلندر test.blend لما نحاول ندور عليه على P5 هيبقى اسمه model test dot obj مثلاً. هسميه test dot blend دلوقتي. كده نفتح الدايركتوري نشوف راح فين. اوكي هو كده اتسايف عندنا. فدلوقتي ممكن نحطه في الكود. هاخد الكود زي ما هو من على جيت هاب، بس هو في حاجة فيه ناقصة فاحنا هنزودها دلوقتي. هنحتاج نحط setup الأول. create canvas. عند اللايف موديل واسم ال OBJ هنكتب اسم ال OBJ زي ما هو طالع عندكم. فأي حاجة تطلع لكم لازم تحطوها هنا، وبعد كده المفروض يكون شغال. فاحنا عملنا Control Shift Enter وما ظهرش أي حاجة. ده غالبا عشان الموديل صغير قوي، فاحنا ممكن نكتب Scale 4 مثلا. اوكي Scale 20 200. برضو حاجة تانية ان احنا ما عندناش ولا ستروك ولا فيل، فلو حطينا 200 كده ممكن نشوفه.
إنه غيرنا ده هنا شوية. هندوس S في بلندر عشان نغير سكيل. عشان سيف فانا هنا كنت بحاول استخدم سكيل، بس انا كنت كاتبه سكيل تحت ما انا كاتبه مودل، ف كده السكيل مش هيأثر في المودل، لازم يبقى مكتوب بالترتيب ولازم يبقى مكتوب فوق المودل. هكتبها تاني. اوكي فاحنا ممكن نعمل روتيشن على اي محور. ممكن نعمل نوفل فيبقى خطوط بس، نحط باك جراوند. حاجة ثانية ممكن نبص عليها، ان احنا لما بنستخدم حاجة 3D في P5 هنحتاج نفكر فيها بنفس الطريقة ان احنا لما بنعمل حاجة في بلندر، فهي مش بس شكل، لازم نفكر في الشيدنج هيبقى ايه، يعني هو التكستشر اللي هنستخدمه، وكمان نفكر في الاضاءة، ونفكر ان هي مكانها فين من الكاميرا. فعشان نشوف الاضاءه بتتعمل ازاي، في كذا طريقه ان احنا ممكن نعمل اضاءه في P5. فانا هروح للريفرنس وهكتب لايت او كنترول اف لايت، ودي كل انواع اللايتس، وهم شبه الحاجات اللي في بلندر. في بلندر احنا اتكلمنا ان في حاجه اسمها بوينت لايت، اللي هو زي لمبه، فالنور بيبقى جنب النقطه دي بالظبط، او directional light اللي هو نور بيدي اضاءه اعلى بس باتجاه واحد بس، بس اللمبه بيبقى في كل الاتجاهات حوالين اللمبه نفسها. وهنا حاطط لنا احنا نكتب directional light ازاي، فاحنا نديله لون وبعد كده الدايركشن اللي هو فيها. فمثلا وعشان نشوف ال texture لازم، عشان نشوف الإضاءة هتعمل ايه، لازم نشيل النوفل. ممكن برضو نفكر في ال materials. فهنبص في ال reference تاني، في حاجة اسمها normal اللي هو الناس تستخدمه عادة عشان تشوف يعني trouble shooting، يعني هنشوف لو النموذج أو الكود فيه مشكلة. فممكن أكتب هنا normal material، فبدي هو لون الرينبو ده، أو ممكن نستخدم specular material اللي هو فيه شوية لمعان، وبدي نديله برضو لون. هنستخدم الألوان زي ما كنا نستخدمها في P5، لو رقم واحد يبقى من أبيض وأسود، لو تلات أرقام يبقى أحمر أخضر وأزرق. لو عملنا كده ممكن نخليه نشيل دي، وكده الإضاءة بتتحرك بحركة الماوس. عشان نشوف احنا ممكن نعمل ايه بده، حط بلندر على جنب،
نبتدي نعمل شوية editing.
هي دي طريقة ان انتم ممكن تحطوا حاجات من بلندر وتغيروها لايف في حاجة لايف كودينج. واحنا دلوقتي عرفنا ازاي نحط نموذج 3D وصورة في حاجة P5. فجربوا كده بالحاجات اللي علمتوها في الفيديوهات اللي فاتت وحاولوا تحطوها مع 3D وصور كده، وورونا هتعملوا ايه. باي.